اعتبر مجلس النواب زيارات المجلس الرئاسي لعدد من الدول العربية والأجنبية مخالفة صريحة للاتفاق السياسي والأعلان الدستوري. وأصدر المجلس بياناً اليوم استنكر فيه زيارات المجلس الرئاسي الخارجية، مشيراً إلى أن الدولة الليبية ما زالت ممثلة في مجلس النواب والحكومة المؤقتة إلى حين تعديل الأعلان الدستوري ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطنية. وعليه فإن مجلس النواب ينبه الدول الشقيقة والصديقة كافة إلى أن كل الالتزامات التي تترتب على هذه الزيارات غير ملزمة للدولة الليبية. للمزيد من الأخبار والمعلومات زوروا موقعنا الوسط.ly.